مرحبا شباب، احنا النهاردة هنبتدي شغل على المنطقة اللي انتو شايفينها دي كلها. ابتدينا نطلع الماتيريال كله، ابتدينا نطلع الدكتات، هنبتدي كونكشن ال HU ده مع الليزر ده اللي انتو شايفينه. كل الليزرات اللي طالعة دي اللي زي ده كله ده هنبتدي كونكشن عليه النهاردة. كيف الماتيريال جاي دلوقتي والكرين طالع، هنبتدي نطلع كل البضاعة بتاعتنا اللي باقية وهنبتدي الشغل. هنشتغل البايبنج بتاع ال HU ده. شايفين الوقت الفوم الازرق اللي على الارض ده كله ده الووتر بروف، ده عملية ووتر بروف كله كامل، يعني عشان المطر ده بيركب مادة البلاستيك دي، مادة الووتر بروف اللي تحت تعبى مية وبتقعد حوالي 4-5 ايام ما بيبانش اي ليك بالزقفة من تحت، على طول بيشتغلها بيتشال المية ويبتدي يشتغل بقى، يركب القماش الحراري الابيض ده وبعد كده يركب الدبل فوم، طبقتين فوم فوق بعض، ده عشان يبقى عازل حراري للسقف عشان ما يبقاش في اي نوع من الحرارة. ده التانك الكبير عندنا في اللاندري، ده اللي بيغذي اللاندري كلها. اوكي، مع الفلاتر ده هنشتغل في كونكشن ان شاء الله من الاسبوع الجاي. لسه عندنا شويه شغل في اللانت روم القديمه، خلصتها ونشتغل على دي على طول. احنا دلوقتي شغالين على المنطقه دي، بنجهزها ان احنا نبتدي نشتغل عليها ان شاء الله. البلوكات كمان نزلت، الناس اللي شغالة على الووتر بروف زي ما انتم شايفين هما دي الطبقتين، شوفوا اول طبقة ودي الطبقة الاولانية. اوكي، مع اللي هو البلاستيك ده كله اللي معمول على الجوينت ده كله متلحم، ده كله ده كان متعب مية 20 سنتي فوق منه، ما فيش اي ليك بينزل، خلاص بياخد ابروف. نبتدي بقى نشتغل بعد كده على طول العزل اللي هو الفوم، وبعد كده نبتدي نحط البلوكات بتاعتنا ونبتدي نشتغل على اللي هي قواعد السبورتات ونكمل عليها شغل على طول. دي الاي اتش يو الثانيه اللي هنشتغل عليها ان شاء الله، بس دي لسه قدامها شويه على ما نخلص الووتر بروف. شكرا. كل البندلات البلاستيك الزرقاء دي كلها دي تعتبر الفوم، بيبقى جاي بدلات كده بالطريقه دي ويتفكك ويبتدي يتفرش على الارض. دي ماتيريال كلها كامله وصلت عندنا قبل يومين بعد توصل عشان ننزلها، ودي الماتيريال بتاع الدكت اللي هو اللي تحت ده، ده كله ده هيتشرب على السطح دلوقتي، مستنيين بس الكريم هيجي ونشتغل على الارض.